أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. سأخذ من هذه الآيات ما سأقرأه الآن: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. ما مضى من الآيات فيها جانب عظمة، لكن الوقت لا يستوعب، لكن تأملوا قبل أن يخبر بأنه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ماذا قال قبلها؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. والشاهد هنا: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. أكد القدرة هنا، إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء. أي عظمة أعظم من هذا المعنى العظيم؟ يعذب من يشاء، الذي يدل على عظمة الله عز وجل. يعذب من يشاء، هل يمكن لأحد من البشر مهما على أمره وكثر عدده أن يمتنع من عذاب الله؟ الدنيوي قبل الأخروي لا أحد. ألا يدل هذا على عظمة العظيم؟